فرح، أما هلأ بننتقل لمساحتنا التالية، الكتاب بناء للعقل، شعار الدولة الحالية لمعرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطنية. وضمن مساحتنا رح نناقش أهمية الكتاب في بناء العقل والفكر والنفس وتنمية الذائقة الجمالية وقيمته الأدبية في بناء جسور الثقافة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع بصيرنا نرحب بالاختصاصية النفسية هنادي السلاخ، ماجستير في علم النفس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. صباح الخير لك هنادي. يعني اليوم من وحي هذا المكان عم نحكي عن الكتاب ودوره في تنمية العقل. خلينا نحكي قبل ما نفوت بالتفاصيل عن دور الكتاب اليوم لكل الشرائح العمرية بتنمية العقل. ميزة موضوع اليوم هو التواجد بالمكان، نحن نقول العلم التطبيقي كيف منطبق بالمكان الصحيح. اليوم بمناسبة معرض الكتاب كتير حلو نحكي عن الكتب والكتاب وأهمية هذا الشيء بحياتنا. الكتاب هو، إحنا وقت نعرف الكتاب، هو جسر التواصل والعبور بين الحضارات. حتى الكتاب هو جسر عبور الشخص للخارج، فكتير لحنا منلجأ أحيانا للكتب من الناحية النفسية لنحرر أنفسنا من الزمان والمكان عبر الخيال. فنحن وقت شعار هذا العام الكتاب بناء للعقل هو عبارة عن شيء تراكمي تماما مثل وقت نبني نحن البناء، فهو عبارة عن شيء تراكمي، عبر التراكم تتكون المعرفة. فلماذا ننصح دائما بالقراءة منذ الصغر؟ ليصير عندنا هي البنية المعرفية بشخصية الطفل اللي بده يصبح يوم من الأيام راشد. فكتير حلوة اليوم الشعار اللي أطلقه معرض الكتاب لهذا العام، لأنه جدا معبر عن بالنهاية للمستقبل اللي نحن اليوم عم نود ونسعى إلى تربية أبنائنا عليه. طيب، يمكن هنادي قديش اليوم بيلعب الكتاب فعلا في تنمية يمكن القيم الفكرية والثقافية لكل الناس، إن كان أطفال أو بجميع الشرائح. اليوم يمكن ما عاد في هي الثقافة أنك تروحي تشتري كتاب بظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. يمكن والحداثة يمكن اللي عم تفوت وتدخل بخصوصيات حياتنا. صحيح. ولكن ما زال الكتاب له خاصيته لدى محبي القراءة، فلازم لحنا هاي الثقافة أبدا ما نتركها. ثقافة مو بس الكتاب، كمان يمكن ثقافة الكتاب، انشغال الناس يمكن الفترات الطويلة. صحيح. بالعمل كمان، يعني نمط الحياة اليوم بيفرض عليهم. صحيح. هيدا الشيء، ولكن توفر نفس الشيء هو الكتب عبر الكتب الإلكترونية. صار اليوم أسهل ممكن إنه لحنا نقتني الكتاب عبر الإنترنت. طبعا إلها هاي يعني هاي الميزة إلها ميزات وإلها عيوب. فسهولة حصولنا على الكتاب اليوم أدى إلى استغنائنا عن الكتاب كورق. صغر المساحات بالنسبة للأماكن. اليوم مو أي بيت صار يتوفر فيه مساحة كبيرة لقدر أنا أعمل مكتبة. فلا يمنع أنه نحن نلجأ إلى الكتب الإلكترونية، ولكن ليش برجع بقول محبي الكتاب واللي بيشتغلوا بالبحث العلمي لا غنى لنا اليوم عن الكتاب الورقي، خاصة في مرحلة التدقيق. في مشكلة احنا في حاسة البصر وقت نكون فاتحين شاشة الكمبيوتر، هي الإضاءة القوية اللي تمنعنا من التقاط الأغلاط. نرجع دائما احنا للكتاب عند التدقيق لأنه أسهل للعين وأدق. في احنا في حال كنا عم ننشر كتب أو عم ننشر أبحاث علمية فلا غنى للكتاب أبدا أبدا، زائد المتعة اللي بيستمتع فيها القارئ عند مسك الكتاب والانتهاء منه واقتنائه. فأكيد الحداثة هي أخذت نوع من أنواع المتعة بشراء الكتب، ولكن بيبقى الكتاب له ميزته عند محبي القراءة. نعم. لهلأ هنادي بنشوف ناس عندهم شغف أنه ينقوا الكتاب، بيروحوا خصوصي يعني بيعملوا مشوار أنه هذا اليوم هذا الوقت أنا بدي روح شوف. صحيح. شو في عناوين جديدة، شو في إصدارات لكتاب بيحبوهم ممكن. فأكيد يعني هذا الشيء ما فينا نعممه على الجميع. خلينا نحدد أكثر ونحكي عن المرحلة العمرية الصغيرة عن الأطفال. أدي مهم اليوم أنه نحن نعود الطفل من صغره على الكتاب يمسك، سواء من الصور الألوان الموجودة. صحيح. حتى أدي بينمي له الخيال وأدي بينمي له شخصيته. صحيح. مثل ما بدنا نقول القراءة عادة، والعادة تبنى وتكتسب عبر المجتمع. فأول شيء وقت يكون عندنا بالمنزل النموذج القارئ
يطلع الطفل على الغالب بالأغلبية طفل قارئ. ولكن شو هي الأدوات اللي احنا اليوم بدنا نحبب الطفل انه يقرأ؟ طبعا اليوم الحداثة حتى ساعدت بهذا الموضوع، لأنه نحن ما فينا ننكر أثر القراءة والكتاب على شخصية الطفل. فصار في عمل بهذا الميدان بالنسبة لتربية الطفل والمهتمين بالقراءة، صار عنا في أنواع مختلفة حسب المرحلة العمرية والنمائية للكتب. بالبداية نحن طفل ما قبل سنتين صار في عنا الكتب هي الإسفنجية اللي بتعتبر نوع من أنواع الإسفنج، هي لسلامة الطفل. وبالإضافة نحن منلاقي مثلا لا تعتمد على الصورة أو الكتابة وإنما على المرأة. طفل السنة كثير هو يستمتع عندما ينظر إلى نفسه بالمرأة. أيضا في عنا أنواع أخرى من الكتب المخصصة للأطفال اللي هي فيها الأوراق اللي بنقول بتخشخش، فالطفل كمان بيستمتع وقت هو يضغط وبيتعلم أنه هو كيف يقلب. طبعا هذا نموذج وليس هو من الكتاب، ولكن جبتها لتوضيح الشرح أنه الكتب المتوفرة اليوم لأعمار ما قبل السنتين كيف بتكون ممتعة، بتلفت وتجذب الطفل. في عوامل جذب للأطفال من خلال الألوان أو الأشكال، عوامل جذب وسلامة. نحن ما فينا طفل السنة أو السنتين نمسكه ورق، أكيد هو يشقه ويأكله. ننتقل للمرحلة اللي بعد السنتين، منلاحظ الكتب الأطفال بشكل عام بتكون سميكة من الجلدة، كرتون مقوى. كمان هي أيضا لسلامة الطفل. إذا منطلع على القصص العالمية الموجهة بتكون خصيصا لهي المرحلة، منلاقي في سماكة، فهون كمان الأم والأب بيكونوا في أمان وسلام إنه الطفل هو عم بيستمتع بالقراءة أيضا إلى الحماية والسلامة. ننتقل للمرحلة طبعا الأعلى، بنبلش بعد 6 سنوات الطفل هون صار مدرسة، فهو تعلم كيف يتعامل مع الكتاب، تعامل كيف انه يعني خفت درجات السلامه. هون بنصير بنعتمد على الالوان، حتى بيقدر يحافظ على الكتاب. صحيح صحيح، بنقدر هون هلا نبلش بعد 6 سنوات الالوان الاشكال كمان ممكن تساعد. في كمان عندنا صار الكتابه البارزه، انه هو نحن نقدر نعلم البارزه نافر. تمام نافر، كمان هي بنقدر نستعملها وقت نعلم اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، كمان كثير لها فائده. نربط حاسه اللمس، وهي ميزه الكتاب ايضا من احد ميزاته عن خصائص الكتاب الالكتروني هو خاصة اللمس. ونحن كل ما كترنا عدد الحواس كل ما قدرنا نوصل المعلومة بشكل أفضل، إلى أن ننتقل طبعا بعدين للكتب اللي الراشدين بيستخدموها، بتكون عبارة عن كرتون وأوراق عادية، وبيختلف هون حسب العمر بالسماكة وبالحجم وبالموضوع. طبعا نحن ما بدنا ننسى كيف نحن نوجه هدف الكتاب بالموضوع اللي بيخص الطفل، فنبدأ من المواضيع الشيقة اللي بتجذب الطفل لنقدر نحن نحببه. هون نحن وقت عم نحكي عن تكوين عادة القراءة للطفل، أيضا بعدين نحن بنختلف بالمواضيع وبميول الطفل. وبالإضافة كمان الكتاب الناطق هنادي كمان بيلعب دور يمكن كمان لتحبيب الأطفال بالكتب. خلينا نحكي قديش مهم فعلا ننمي اليوم هي الفكرة عند الأطفال، حب القراءة من هنن وصغار، يمكن نشاركهم، نروح ناخدهم على معرض الكتاب أو صحيح. محلات الكتب نشتري كعائلة نحن مثلا الأولاد الصغار الأب والأم ويقرأوا بالبيت، بس يخلصوا القراية مثلا فينا نقول يعملوا حوار ثقافي صغير. هي قديش مهمة فعلا ننميها اليوم بالأطفال؟ وقت يكون كيان الأسرة سليم نحن بنقدر ننمي هذه العادات. ليش قلنا نموذج القارئ بالعائلة هو بيعمل عنا طفل قارئ؟ ولكن في حال عدم توافر هذا النموذج، في حال كان ميول داخلي عند الطفل في المستقبل هو حيكون شخص قارئ. طبعا احنا لازم لانه لازم ننميها بمرحله كثير صغيره طبعاً. عمريه بدل أكيد. ما يحمل الموبايل او التاب صحيح. او يقعد فترات طويله على شاشه التلفاز، يمكن من عمر 2 و3 سنين بدل ما ياخذ الخارجيه مثلا يشتري فيها اكلات طيبه صحيح. ممكن مره بالاسبوع نقول له صمد اشتري كتاب ملون صحيح. نلعب على هي التفاصيل كاهل حتى من عمر قبل السنة. في كتير موجود عنا نحن أنه نقرأ قصة للطفل في مرحلة الرضاعة لتختزن عنده بعقله اللاواعي. بس يكبر بتصير هاي القصة جدا محببة للطفل. فعادة القراءة تبنى حتى في دراسات بتقول من هو رضيع بمرحلة هو جنين الطفل يقرأ له، وبيصير لأنه حاسة السمع هي عنده بتتشكل بشكل مبكر. ولكن نحن بالنسبة لنا للأسف نحن شعوب لا تقرأ، الشعوب العربية يعني غالبية الشعب لا يقرأ، إلا عنا نسبة إذا بدي أقول بدي عمم 8% شعب يقرأ. وهاي الشعب 8% إذا علمنا أطفالنا و
وسعنا هذا الشيء، ونحن بنعرف دور الأقران إنه أيام طفل من أسرة تقرأ يعلم أطفال آخرين، فنقدر ننشر هذه الثقافة. حتى المدرسة كمان هنادي يمكن تلعب دور، يعني نحن بذاكرتنا في شوي إنه بالمدرسة في مكتبة نحن كنا ننزل ننقي مثلاً قصة بنحبها، بنختار العنوان، بنختار الألوان يلي بتناسبنا، وبنستعيرها بنرجع بنرجعها، يعني هي قديش بسيطة لكن فعلاً بتساهم كتير. يعني في ناس يمكن ما عندهم القدرة المادية حتى لشراء قصة مثلاً كل فترة، أو استعاروا من بعض لما يكونوا طلاب، تلاقي بتبادلوا بالكتب. كمان هذا الشيء انه في كان استعاره بين الاصدقاء او حتى بمكتبه المدرسه. طيب هذا الوعي كمان ما لازم بس يكون للاهل بمكتبه المدرسه، مو بس نروح ناخذ دروس. يعني صحيح، نحن وقت نحكي على التنشئه الاجتماعيه هي عده مؤسسات تبدا بالاسره، بعدين بينتقل الدور للمدرسه. فالمدرسه هي دورها انه هي تراقب الخلل الموجود عند شخصيه الطفل وتعمل على تداركه. فوجود مكتبه حتى شغله بتنمي عنده الجانب القيمي بالمحافظه على الكتاب، هو يقرا تعليمات المكتبه انه نحافظ على الكتاب، حتى بتصير عنده يعني القيمه احترام الكتاب بتصير عنده كثير قيمه عليا انه هو يقدس الكتاب ويحبه. طبعا في بدي احكي بس موضوع انواع مختلفه هي للكتب وللقراءه. نعم. في عندنا القراءه الاستكشافيه، في عندنا القراءه البحثيه، وعندنا القراءه التحليليه. في شيء بنسميه احنا قراءه ممتعه وقراءه غير ممتعه. القراءه الممتعه هي اللي احنا اللي بتخص أهداف الشخص وميوله. نجي شوي للقراءة غير الممتعة اللي هي بتعتمد على القراءة التحليلية. هون بيكون عامل الفهم فيها بده يكون كتير ضروري، الاستيعاب والتفكير النقدي. طبعا هذه النوع من أنواع القراءة بيحتاجها الراشد أو طالب الجامعي، خاصة بما يخص البحث العلمي. تمام. أو بما يساعد والإجابة على الأسئلة الاستنتاجية. فكتير اليوم مهم الطالب يعمل على تنمية هذا النوع من أنواع القراءة، لأنه إذا بنلاحظ نحن اليوم حتى الأسئلة الامتحانية اختلفت، صار في نوع من النوع الاستنتاجي والتحليلي. فالقراءة تحتاج إلى الفهم والاستيعاب ليقدر الشخص هو ينمي عنده هاي القدرة. وطبعا الشخص الذي لا يقرأ لا يكتب. فكل ما نحن كان نقرأ أكثر، نطالع أكثر، نقتني الكتب ونوجه ميولنا نحو هاي العادة الجميلة، نقدر لحنا ننشرها على أنفسنا وللأطفال. طيب هنادي، يمكن في نقطة كمان مهمة، قديش مهم فعلا اختيار الكتاب للمرحلة العمرية خصوصا للأطفال؟ إذا بنحكي عن أطفال 3-4 سنين 6 سنوات بالمرحلة الابتدائية تناسب سنهم، لأنه نحن عم نشوف الجيل الجديد جيل واعي فتح، بتلاقيه يمكن بده المعلومة بتسبق سنه أو عمره. صحيح. طبعا نحن مثل ما قلنا نحن اليوم صار بعصر سريع، فالكتاب ما عاد من الأولويات، ولكن وجود الأهل مثل ما هون هلا معرض الكتاب فرصة كتير حلوة إنه نحن نعمل مثل نزهة عائلية، نتعرف على الأقسام ونروح للأطفال ميوله وحسب عمره. فطفل مثل ما قلنا قبل السنتين هو بيهمه الرسومات الألوان، هيك ليصير عمره مثلا 6 سنوات بصير يبحث عن المعلومة. حتى في بنقدر نحن عن طريق في أنواع من الكتب فيها أجسام، ونحن وقت نفتح الكتاب بيطلع لنا مجسمة كمان، هي بنقدر نلفت نظر الطفل إلها، زائد إلى الكتب بالنسبة للطفل اللي بتطلع موسيقى. فالطفل بيفتح الكتاب بيصير هو بيتعود على الكتاب وهو بيحب اللعب، فنحن بنقدر ندمج هذا الشيء، بنشكل عنده الميول وبنخلق عنده عادي من الصغر. يعني هنادي، إذا بدنا نحن ندقق شوي بأهمية الكتاب خاصة بالمرحلة العمرية الأولى، فإله فوائد يمكن بعض الأمهات ما بينتبهوا لها، ممكن بتنمي النطق عنده، بصير عنده مفردات أكثر، بصير عنده خيال يمكن أكثر، استكشاف. أدي الأم تحديدا هي مسؤولية عليها أنه تكون واعية لهذا الشيء، مو بس نحن نحط الطفل يمكن قدام التلفزيون أو قدام اليوتيوب خلاص أنه هيك ممكن ياخد كل شيء بيحتاجه. فوائد الكتاب والقراءة هي بشكل عام هي تمنع الزهايمر اولا بالنسبه للكبار، لانه نحن دائما عم نشغل الذاكره. تمام. فبنعمل على تنشيط الخلايا الدماغيه، وعضله الدماغ هي دائما عم تتوسع وعم تتلقى المعلومه. ايضا هي بتطور الذاكره، بتزيد عنا الانتباه التركيز. ايضا هي مثل ما قلنا هي فسحه من الخيال، نحن بنتجاوز حدود الزمان والمكان عبر الخيال عبر الكتاب. ايضا نحن فينا نتعرف على شخصيات، الطفل يتعرف على شخصيات تاريخيه، شخصيات مشهوره محببه. هون فينا نحن نبني النمذجه، نحن وقت نشكل سلوك عند الطفل نحن دائما بناخذ حتى عند الكبير بناخذ منه الشخص اللي هو يعتبره قدوه، ومن
نعمل نموذج عن طريق الكتاب. نحن فينا ندخل لتفاصيل هذه الشخصية. هاي نقطة كتير مهمة، مو بس تدخلي لتفاصيل الشخصية، قديش الأم فيها تكون ذكية لكتير من التفاصيل، كتير من القيم وكتير من المبادئ من خلال القصة أو كتاب توجه طفلة. يعني من خلال قصة ممكن تعلمه الأمانة، من خلال قصة تعلمه الصدق، عدم الكذب. هون في كتير تفاصيل بتلعب دور بتشكيل ذاكرة الطفل، بتوسيع خياله، وفعلا بحفظ كتير من التفاصيل، لأنه كتير من الأطفال بتلاقيهم بس يكبروا حافظين تفاصيل من عمر السنتين وثلاث سنين. هون بيلعب دور كمان الأم بطريقة كتير ذكية توصل رسالة أو بعض القيم الأخلاقية للطفل من خلال الكتاب. يعني مثل وقت نقول الأم مدرسة، فإذا كانت الأم هي المدرسة وهي النموذج الصحيح، حتى الأم في حال هي حست في عندها خلل بجانب معين أيضا فيها تلجأ للكتاب لهي تطور معلوماتها، تكتسب القيم اللي اليوم حتى يعني قائمة القيم اليوم عم تتغير. فبعض القيم الأخلاقية من خلال كتاب للأطفال تنمية، مو فقط للأم، للطفل. صحيح. في اليوم عنا نحن كتب جديدة تخص التربية والقيم كل مرحلة بمرحلتها. أكيد نحن بنعرف إمتى نحط، يعني نبلش نزرع الصدق عند الطفل، عدم الكذب، السرقة، هدول العادات. ففي كان في حال الأم كانت مثلاً عندها خلل بهذا الجانب، فيها هي تلجأ للكتب الخاصة للأم لتقدر هي تنقل المعلومة للطفل بشكل بسيط وسلس. هنادي، إذا بدنا نحكي شوي بعيد عن قيمة الكتاب وأهميته المباشرة، شوي لمتعة اقتناء الكتاب لما الأم أو الأب يمكن بياخذ ابنه، بينزلوا سوا يختاروا العنوان اللي هن بدهم اياه، بيتشاركوا انه شو ممكن نحن نختار، هاد او هاد، ليش هاد ايه ليش هاد لا. هي الحاله قد هي فعلا حاله صحيه ان كان اجتماعيا ونفسيا للطفل. اليوم عم ننحط بشيء مشابه للكتاب، هو السينما كمان نفس الشيء، عم بيجي افلام خاصه للاطفال ونفس الشيء خاصه للكتاب. عم نلاحظ في اقبال على السينما بالنسبه للطفل اكثر من الكتاب، لانه الاهل يمكن صار عندهم توجه. فنحن اذا بدنا نقارن عنوان فيلم السينما بنفس الشيء بعنوان الكتاب، فهون دور الاهل هم بالانتقاء. اكيد فيلم رعب او فيلم فيه اكشن ما حنفوت طفل صغير مثلا عمره 6 سنوات، فنفس الشيء بيجي هون دور الاهل بانتقاء العنوان وتوجيه الطفل. وسواء ممكن الطفل يرفض، هو بده كتاب اخر، بيقدر الاب او الام يساعدوا الطفل بتقبل هذا الكتاب، انه يقول له انا بقرا لك اياه، يخصص له وقت مثلا بحديقه. بس هون بترجع كثير للاهل وكيفيه تعاملهم هن مع الكتاب وقيمه الكتاب. حتى الكتاب هو قيمه، نحن بنتعلم هاي القيمه من المجتمع، من المدرسه، من الاسره. فكل ما كانت عنا من اولوياتنا كل ما قدرنا ننقلها للاسره ولابنائنا. أكيد يمكن حديث ممتع عن أهمية الكتاب وقديش فعلا القراءة بتلعب دور بحياتنا بالمستقبل. هنادي سلخ، نتشكرك على وجودك معنا، الاختصاصية النفسية، شكرا كثير لك. شكرا لك هنادي مرة تانية، ونتمنى فعلا يكون هذا الوعي عند جميع الأهل وكل العائلات. شكرا لك.